في مجال ما يوقف بكادري، ما بيقدر ما بيقدر. هلا هو عم بحضر اشياء كثير طيبه اليوم مثل العاده، بس رح ننتقل لعنده لحتى نشوف هلا كيف صارت نهايه تحضيراته ورشه ملح. هاي حسون، هاي. شو عنا هلا؟ خلص السلمون كيك هيئته جهز؟ جهز، بس بعد بدنا نزينه. ايه، وبدنا نحط افوكا. الافوكا طبعا للطبق الثاني اللي عم نحضره لحلقتنا لليوم. ايه، هون رح اجيب هيدا الكيس. اوكي، رح استعين بمعلقه لحط فيها الساور كريم. شو عم نعمل كمان بعدين؟ ما عرفت انا. عم نعمل السالمون كيك، عم نزينه هلا. هلا رح الساورتين. طيب الساورتين اكيد. ها، عظيم. رح بلش بهالشكل. اوكي، حتى يصير كيك مزبوط. مثل ما عم تشوفي. ايه، شو رأيك؟ عظيم. كمان يعني صومو ورز تحته وساور كريم حده، شو بدي احسن من هيك؟ بنحط من فوق كمان. كمان اوكي. بضل في عندي افوكا. افوكا طبق بنحضره. هيك نظبطها هيدي. يلا ها، يلا. اوكي، اها، عظيم. هلا صار كيك. صار كيك مزبوط رسمي. اوكي، عظيم. طيب بدك نزينه بعد بشي ولا خلاص؟ فرجيني اذا بدك. شو بدك تحط له بعد؟ اذا بدك انت. خلص ما في داعي. لا، وزعي له شوية شومر. انا ما بيعني لي الشومر، ما ضروري نوزع له. انت اقترح للمشاهدين، اذا هن بدهم يوزعوا له بوزعوا له، بس شوفنا حلقة. خلص ما بيأثر، نحن ما بنحب ما نعرض لهم كل شيء. خلص، على اساس انه انا عندي تشويس يعني. هو بلش يحط، بدك تزيني له وبلش يحط عليهم. يلا اوكي. يلا بدك تطحن الافوكا. يي، بعد ما خلصنا نسينا هول. كمان اوكي. بيعطوا لون حلو. ورابيلا الاورانج اللي تحت. رح نجي للموس. يلا. شو رح اعمل؟ رح اجيب. لا، وعندك ديسير اليوم اوريدي حضرته انت وكارلا. صح. يعني اليوم رح احط عصرة حامضة. أيه. صغيرة. ورح اجيب كمان فلفل اسود. اها، انجا لازمك تهدي لي. يلا ها، انا ما بدي هدي لك، ما بدي احط فلفل اسود. يلا ها، حطينا. خلص شفت. هو قديش بدهم يحطوا؟ بس هيك رشه فلفل اسود، ما هيك؟ صح. ايه، وهيدي رشه ملح. ايه، ملح حط قد ما بدك، ما في مشكل. وراح اجيب كمان شو من البراد. شو بدك تجيب؟ كريمة. اوه ها. كل شيء في دسم غرامي، شو بعمل طيب؟ شفت ما عم اقول لك، ما كارلا اوريدي بتعرف. ايه
الخليط صار جاهز. اوريدي كارلا بتعرف كل مصايبي بكل كل الدسم اللي بحبه، كلها القصه بتعرفها كارلا. اها اوكي. اليوم هون في شابو بابا نويل وفي تريف او شوكولا عملتهم كارلا، ما هيك؟ ولاحظت انه ما استعملتوا سكر ابدا. لا ما كان فيهم سكر. ايه الا بس السكر طيب سكر المارشميلوز اللي منهم وفيهم. لذلك قاعده. ايه قول شو بدي اعزبك. شو بدك؟ بسي هون. ايه قول. يلا ها. تفرفتي لي هون. اوكي. شو بدك؟ ايه لحظه. بدك يزبطوا بالعادة، نحن ما بنلبسهم بالخاتم بس ما بيأسف. ها هلا طبعا غيدا هون اذا حطيناهم بالكيس اللي سكبنا فيه الكريمة كمان ايه بيزبطوا اكثر. بيزبطوا اكثر واحلى. اوكي شو بدك فرفت لك اياه هون؟ يعني ها بنشل لك اياهم من كيسهم. بلش وقتنا يخلص لانه صح، واليوم لانه نهارنا قصير عنا تين حسون بعد. يلا يلا ها. اوه دقيقتين في كتير وقت. ما هيك نعمل طبخة كاملة بدقيقتين. يلا انا بدقيقتين رح اجي احط هون. يلا حط هاي. طيب جي لحظة ها. اوكي ها ما عم تشوفه. شفت انه بحضر كثير شغلات بدقيقتين. ايه بعرف في عندك اسيستنت قوية كثير كمان. حسالي شفتها علقت هون هيدي. اوكي طيب هيدي مصرة ما تفتح، ما رح افتحها خليها بما انها اختي موقف. رح اجيب كاب، رح احط انا كاب كمان بهالشكل. ايه ما خلصنا كمان رح نحط ايضا. انا نص دقيقة بعد حسون. ما هو عشان نص دقيقة حطيت الكاب. واذا بدنا يعوض التأخير فينا نحط كمان هاي وحدة كراب. يلا ها يلا يلا بدنا بعد وحدة رح نحط من البندورة. يلا باخر نص دقيقة رح نحط اخر وحدة كاب. يلا. اخر وحدة هيدا كراب قصدي، وهي هي ابوكا يا اي دي كراب. ضيعنا قد ما في غراض حدي. لكن غيدا كان في عندنا اليوم وصفتين حطينا. حضرنا الموس او كراب وحضرنا كمان السلمون كيك او سوشي كيك. طبعا هول وصفتين لعيد الميلاد وعيد السنه. ان شاء الله يكونوا نالوا اعجاب كل المشاهدين. انا بدي وادعك وبدي اشكرك وبدي اشكر كل المشاهدين وبدي لهم الف صحتين. وبكره نهار السبت كمان ناطرهم مع وصفات كثير طيبه وطبق حلو مميز. انطرونا بكره لكان الساعه 10 لنحضر وصفات ايضا لعيد الميلاد سوا. منيح طبق واحد بكره حلو مش اثنين خي، لانه انا بكره مش هون. اكيد بقيت نهار حلو لكل المشاهدين، بنودعكم صلاه مقبوله من الجميع، واكيد انتبهوا على حالكم سوقوا على مهلكم. وغيدا مجذوب انا بودعكم، بشوفكم نهار الاحد. باي باي.